أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إطلاق برنامج زمني لتحديث بيانات الدخل للمواطنين القائمة طلباتهم لدى الوزارة، وذلك خلال الفترة من اليوم وحتى 31 أكتوبر 2024. وأشارت الوزارة إلى أن آلية تحديث البيانات تتم إلكترونيا من خلال إرفاق مستندات إثبات دخل مقدم الطلب الإسكاني عبر الخدمة الإلكترونية المخصصة لتحديث بيانات الدخل فقط، والتي تم إطلاقها على البوابة الوطنية دون الحاجة لزيارة مركز خدمة العملاء بمقر الوزارة. ودعت الوزارة جميع المواطنين من ذوي الطلبات الإسكانية القائمة إلى القيام بإجراء التحديث الإلزامي للطلب الإسكاني من خلال إرفاق ما يثبت دخل مقدم الطلب الإسكاني خلال الإطار الزمني المحدد والممتد حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك لضمان استمرار الطلب الإسكاني.